إذا مشاهدي محمد يابريس، السلام عليكم في هذا البث المباشر اللي كنقله لكم من مدينة المحمدية خلف شارع الجيش الملكي. ساكنة الأملاك الملكية كيطالبوا السلطات الاهتمام بالملف ديال التهديد بالإفراغ الجائر، ويطالبون باحترام وتنفيذ قرارات جلالة الملك. معنا واحد كما كتشوفوا بعدا بالصورة، أولا عدد من هذه قلة من الساكنة ديال هاد الفيلات هادو. معنا واحدة من هاد الساكنة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السمية ديالك؟ اسمي سي فيصل حجيبة، زوجة ديال الأمهرة حسين، القاطنة بالزنقة مكة. أنا من واحد ديما واحد حسيدة تحكم عليا أنا بالإفراغ، وتسجنت. يعني كان واحد التلاعب في هذه الاملاك، بان بسبب ان جا واحد القرار مع سيدنا الله ينصره العمله، وقال لهم بان هذا الملف بانه ضروري ياخذ بعين الاعتبار باننا يلقوا لنا حل. وحنا ماشي حنا من السكر القدماء، الزوج ديالي سكن تماك، والزوج ديالي عنده 60 سنه. نعم. يعني راه عمر ولدت وليداتي تماك، وزوج وليداتي تماك، وبالغريب الامر يعني كل شيء الاوراق عندي. لاحظت واحد المشكل بان هذا غير جاني واحد الافراغ، ما توقعتش انا جاني واحد الافراغ تسويت. وحضرت انا استرجوني للمحكمه، انا استرجوني وبالاكيد وكنأكد بان العامل ديال المحمديه سابقا والكاتب العام ديال حكيم بانهم دخلوا في هذا الملف، ان جا واحد القرار مع سيدنا بانه التنفيذ خصو يتوقف. وكتبت واحد رساله استعطافيه للوزاره الداخليه وجاوبوني بان هي سيدي هي في 2017. وجاني واحد وهزيت هذه الرساله ديتها عند العميل وثق مني، ولكن عرفتي شنو نقول لك، واحد التلاعب كاين خطير بين هاد كلهم سماسيره، كلهم من فوقهم حتى لتحتهم كلهم سماسيره. يعني انا لا عرفتي شنو، انا من واحد السيده عنده واحد الدخل محدود، يعني راه ماشي عنده واحد الدخل، وكنأدي الواجب الكراء وكندير كل شيء، وتلعبوا عليا. وغير في الامر كنت جيت واحد المره، جيت بغيت نحرق راسي داخل العماله. نعم. جيت حرقت راسي، حرقت خوت عليا ليسانس كامل، واسترجوني وطلبوني واستعطفوني واستدعوني في الكوميساريه وعيطوا عليا. استدرجني داك هشام اللوسكي نائب الوكيل. نعم. استدرجني قال لي غير غنجي غنهضر معاك ونتكلم معاك، وإذا حبسني تحت التهديد، يعني يا اما تفرغي يا اما الحبس. ما عطانيش شي حاجه باش نموت انا ندافع على راسي. نعم. بان هاد الدور ديال الدومين رويال ديال العائله الملكيه، وسيدنا الله ينصره ما يبغيش الشعب ديالو ولا الناس بانها يفرغها. فين غادي نمشيو؟ يعني راه كان شيخي خدام في ميرامار سابقا، كان خدام في ميرامار، واستدرجني بواحد شنو نقول لك، داروني بحال وسط بحال عنكبوت. نعم. ورغم هكاك بقيت كنحارب لحد الان كنحارب. اذا الان فين وصلت القضيه الان؟ فرغوني لحوني الزنقه، خذوا الدار، لان ابتدائيا وزتي كل شيء، وما كنتش كنحضر. والغير في الامر كنديرها واحد محامي كيقولوا لي المانوزي ديال حقوق الانسان تابع للعماله، وقالوا لي وعندي الكيتونس هما هي ديال كيتونس ديال عيتمنا كنا كنخلصوه في ذاك الديبو ديالو. يعني حتى عيتمنا عنده واحد الدخل، يعني هادو راه كلهم سماسره، كلهم ماشي غنقول لك ارهابيين، اللي بان حنا ماشي ساكنه غير على بعد، جميع السكان اللي ساكنين تماك باغي يفرغوهم. وبدا بيا انا الاولى، حيت انا حيت قساور، مرة لا حول ولا قوه الا بالله. كيفاش زعما كومون ساسفي بانني عندي كل شيء، وحد الان باقي بانني بقيت ساكنه تماك ودرت الباسبور ديالي. نعم. وباقي المكانه ديالي ديال شيخي. اذا اشنو اللي كنطالب وكنسترجل سيدنا الله ينصره يشوف هذا الملف بانه هو دار المجهود ديالو. نعم. ودخل العامل، ولكن كلهم كيلعبوا، كلهم لعبوا بينا، كلهم كذا. كنتمنى نشوف هذا الملف ديالي ياخذ واحد
واحد الاستعطاف بانينا مكرفصه بانينا هكاريا واش الكراء كنت عدي تماك ودابا انا باش شحال كاري كاري 34 نعم يعني راني شحال العدد ديال الفيلات هنايا اللي كما انا ما ساكنش هنا انا ساكنه في زنقه مكه تقريبا انا ساكنه في زنقه مكه يعني في اش نقول لك من كل شيء من هذا الشيء لا حول ولا قوه الا بالله غادي عندنا معنا متضرره ايضا اخرى من نبغي نعرف اولا قبل من بعد الاسم ديالك شحال من الفيلا اللي متضرره من هذه القضيه 36 انا سميتي هدى وكاينه 36 دار اللي في هاد ما نعرفش نقول بالعربيه في هاد لا سيتوياسيون درك اللي حنا فيها وي 36 تاع الفيلات ودابا هاد الشيء اللي وقع لينا حنا كنا دابا حنا مسافرين في فرنسا حيت كنجيو ونمشيو حنا مهاجرين وملي جينا قدام دارنا عيطوا لا بعد عيطوا علينا السيمانه اللي فاتت الجيران قالوا لينا بان داركم راه داخل ليها شي حد ملي قالوا لينا داركم داخل ليها شي حد حنا قلنا لهم كيفاش نسحبوهم غير شي حد اللي جا باغي يخون لينا الدار وباغي زعما يخون الدار ملي عيطنا لهم قلنا لهم شكون نعيطوا على البوليس حنا من فرنسا عيطنا لابوليس هنا في المغرب ولا بوليس قالوا لنا بان ما يقدروا يديروا والو حيت حنا رحنا على برا خاصنا نجيو ملي جينا قالوا لنا الجيران بان لا هادو ماشي خوانا اللي دخلوا مول الدار هو اللي دخل لنا في الدار ودخل في هاد الدار بان هاد الدار مهجوره بان هاد الدار اللي ابوندوني وهي ماشي دار ابوندوني حيت حنا ساكنين فيها عندنا فيها حويجنا عندنا فيها الذهب ديالنا عندنا فيها فلوسنا عندنا فيها حويجنا عندنا فيها التصاور ديالنا وكل عام فينا كنجيو كنصايبوا الدار ديالنا هاد الدار ما كتسماش مهجوره ولا لو موتيف باش قال لك هاد الدار مهجوره جاب دو تيمون اللي ما ساكنينش كاع هنا في هاد الزنقه ساكنين بعاد على هنا وهما اللي قالوا بان هاد الدار مهجوره ولكن حنا عندنا لي بروف بان هاد الدار ماشي مهجوره عندنا لي بروف عندنا لي بروف عندنا الباسبور ديالنا فيه طومبون فيه كلشي وحنا ما جيناش لدارنا هاد العام غير على قبل هادشي تاع كورونا فيروس حيت لو غوفرنمون دار دي ابليكاسيون سبيسيال بان الناس ما خاصهمش يفواياجيو في هاد الوقت تاع كورونا فيروس دونك سي بور سا حنا ما جيناش وهاد لا بيرسون الى بروفيتي de la situation de coronavirus باش يقدر يدخل لينا في دارنا ولكن هادشي ما يتمكنش شي واحد يجي يدخل ليك في دارك يدخل فين كاين حوايجك غير هو وواحد العون ما عرفنا درك اش داروا في هاد الدار اش هزوا شي حاجه ولا ما هزوهاش وملي جينا لقينا مع البوليس ديالنا قدام الدار ما لقينا فين نمشيو غير الجيران اللي دخلونا عندهم في دارهم اذا المطلب ديالكم شنو الطلب ديالكم كما كتشوف هنا يعني الطلب ديالنا هي بان بغينا سيدنا يكون معنا ويعاوننا حيت هو كان ديجا شي رساله للديوان الملكي اي هدرناها كان ديجا سيدنا على بالو على هاد لا سيتوياسيون وكان قال بان حنا هاد الناس ما خصناش نكونوا متوشين حيت هاد الديور تاع الدومين رويال كانوا تاع الدومين رويال وتشراو من فوق ظهرنا زعما الملك سيدنا على بالو ديجا هاد لا سيتوياسيون كامله و اون ايتي بروتيجي بار بار لو بار لو بار زعما لو روي دي ماروك شكرا والناس عارفين بانه السيد تفضلي لاله هذه السيده جارتنا تقريبا عندها واحد 76 عام كانت ساكنه مع ولدها مشى لكندا بقات هي ساكنه بوحدها جاها واحد ومراه وقالت لها انا راه مصيفطني الملك باش نديروا الاحصاءات باش نسلموا لكم الديور اري انت شكون انت قالت لها انا امو فين ولدك قالت لها في كندا قالت لها هاكي ها اري لي لا كارت ناسيونال ديالك باش ناخذ المعلومات عطاتها لا كارت ناسيونال خذت المعلومات شدات هذاك الاعلان بان الحكم بان راه باش ينفذوا الحكم طواتو قاداتو صوباتو مزيان قالت لها هذا خبيه ما توريه حتى لواحد السيده من السداجه ديالها شدت ديك الورقه حطاتها حدا التلفزيون نساتها
تفات داك الاجل ديال الاستئناف وديال هذاك الشيء. من بعد دازت جات عندها بنتها قالت لها، كانت كتقلب على شي ورقه تما حدا التلفزيون لقاتها قراتها، قالت لها والده شنو هذا الشيء؟ قالت لها بنتي راه جابتها ليا واحد المراه، راه قالت لكم صيفطها الملك، جات من الرباط صيفطها الملك اوامر من عند الملك باش يديروا الاحصاء على الديور باش غادي يسلموهم لنا. صافي السيده تصدق، هو راه حاكمين عليها بالافراغ وانها ما كيخلصوش وان شي شي شي, شي دار شنو بغى. من بعد عاد استانفوا، دابا الاستئناف هو عند العامل، جات الاوامر مع عند سيدنا الله ينصره ويطول لنا في عمره والله يشافيه والله يعافيه والله يدير ليه الخير في وليداته. جات الاوامر ديالو للعماله المحمديه باش يبحثوا في الملف، جاوا عبروا شحال من مره ومره وداروا الاحصاءات وداروا عاود شحال مشى استدعاه العامل داك اللي مشى ما بقى ماشي هذا اللي كاين دابا، استدعاه وسند تنازل على الدعوه وخلص لي داك الشيء اللي كان حاط ليه في الصندوق، مشى خاضو ومشى خلصو. فاذا به دابا الدعوه تحيات وتحكمت ثاني في الاستئناف. واش هذا منكر عباد الله؟ السيد تنازل على الدعوه ومازال كيستانف. المرأة 76 عام فين غادي يلوحوها؟ فين غادي يلوحوها؟ هاي جارتنا، هاي اللي بغيتي تشوفها راه تشوفها، 76 عام فين غادي تلاح؟ ساكنة بوحدها بوحدها، راه كوري ماشي فيلا، ماشي فيلا ماشي دار، كوري، راه ملي كطيح الشتا كتلقي البانيوات فين كتقطر عليها القطرة. والله ما كذبت عليك، إلا المرأة غير مستقرة فيها، وجيت خويا السيد باغي يستحوذ على المحمدية كلها، عنده زنقة الناظور كلها، عنده زنقة أسفي كلها، عنده القنيطرة كل زنقة القنيطرة كلها، زنقة بغداد كلها، زنقة بيران زاران، زنقة أسفي، هادشي كلشي راه باغي يستحوذ على المحمدية كاملة، والمحمدية كاملة ديالو، باغي أي عقار كاين في المحمدية باغي يديرو في سميتو. السيد يعني تغى والسيد كبرات كرشو غادا تفرقع، كبرات ما مخممش الفقير، ما مخممش المعوزين، ما مخممش اللي غير مستقرين. هاد الناس راه مستقرين، هادو كانوا ديور بكري ديال النصارى بنوهم في ايام الاستعمار، راه داك القرمود اللي ما بقى كيسوى والو كلشي راشي، راه ما كاينش اللي كيطلع فوق شي سطح ولا كيدير شي حاجه، راه كلشي راشي، راه العمود اللي كاينين داك العمود اللي كاين داخل راه مسوس، راه مسوس غادي يطيحوا فوق منهم، ولكن الناس ما صابوا فين يمشيو، مستقرين وصافي. راها المرأة 76 عام، لا ركابي لا عينين لا صحة، وبوحدها ساكنة بوحدها، صالون وجوج بيوت، راه ماشي تقولوا فيلا راه يحسب لهم لتحت ولفوق وشي حاجة اللي هي راقية، صالون وجوج بيوت. شكرا. الله يرحم الوالدين، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، عاش الملك. كاينه لا السميه ديالك وعطينا المنطقه اللي كانت واجدو فيها. السميه ديالك السبب ديال هذا الوقفه؟ السميه ديالي عبد الله حميمون. انا دابا واقف امام السكن ديال السيده من العائله ديالي المتضرره اللي كتشكى من هذا الافراغ الفجائي المفاجئ. السيده اتصلت بيا. لا شرح لينا اللب ديال البدايه ديال المشكله باختصار باش المشاهدين يعرفوا. فهمتيني المشكل ديال الخاص بها؟ خاص بها نعم يعني. خاص بها نعم. المشكل الخاص بها هو انها تفاجات بان السكن ديالها جات لقاتهم عيطوا لها قالوا لها راه جمود من فرنسا، عيطوا عليها هي من فرنسا، عيطوا عليها قالوا لها السكن ديالك الباب ديالك راه داخل اللي هي تيسحب ليها راه اللصوص الشفاره وقعت شي حاجه تخلعت عيطت البوليس داك لان ما عندها كيدير عيطت البوليس قالوا لها دابا خصك تجي من فرنسا للمغرب في اسرع وقت. قطعت سير بلاص قطعت وجات ملي جا غير الطبيب ما كانش عندي الضروه باش نجي واخا انا غادي نعاود نرجع لك نكمل انا معاك. قطعت وجات جابت الامتعه ديالها وعندها حوايجها في الدار، عندها كل شيء، الدار مفروشه الى اخره. جات هي وبنتها ملي جاو بغاو يحلوا الباب لقاو ما عندهم حتى شي فكره اش واقع. بغاو يحلوا الباب لقاوه مسدود، ما القفل ماشي هو هذاك. بلغوهم الجيران بانه راه الباب
صافي ما بقاش دارهم. جا واحد السيد جاب عون قضائي وفرعوا الباب ودخلوا البيت النعاس ودخلوا الكوزينه ودخلوا الصالون وبداو تيحصيو وبداو يصوروا. ما كاينش السلطانه بالنسبه ليا، كاين هي اللي كتقول الجيران، كاين عون قضائي فقط، ما كاينش السلطه، ما كايناش نهائيا. سدوا ومشاو بحالاتهم، هي بقات في الشارع. يعني فرقعوا الباب بحضور عون قضائي اللي سابع لهم بطبيعه الحال. ما نعرفش حضور عون قضائي، ما عرفناش شكون هو هذا العون القضائي، ما عرفناش. لحد الان ما عرفتوش، ما درتوش استفسار في القضيه لحد الان؟ لا، دار هي دارت المحامي، هو اللي تكلف كل شيء، هو اللي مكلف. من بعد اتضح من خلال المحامي بانه القرار ديال المحكمه تبنى على قرار الافراغ. الدار مهجوره، واول مره تنسمع بانه كاين شي قانون فيه الى الدار مهجوره اكثر من 6 شهور راه ما كتبقاش من صالح المكتري اللي كاريها، مع ان هاد الناس هادو كيتسموا مهاجرين. يعني اللي مهاجر وكاري شي دار غي يترحم عليها، يعني ما صافي يمشي يدبر في شي اخرى، يمشي يدبر في شي دار اخرى يكريها ثاني 6 شهور، ومن يلحق السور ثاني يمشي يعاود ثاني برا ويرجع ثاني يكري شي دار اخرى. يعني كل مره خصو يكري هو 6 شهور، اولا يمشي يكري في لوطيل الا بغى يجي للمغرب يدير لوطيل. اتضح ان القرار ديال المحكمه تبنى على محضر معاينه فيه 3 ديال الشهود. انا قريته شاهد، انا بالنسبه لي الشهود هما اللي بالجوار ديال السكن المعني، بناو عليهم، ولكن هما حتى واحد ما كاين من الجيران. جوج بعاد منهم ب 100 بلاتي، باش نوضحوا المدخل ديالهم هو هذا. هذا هو المدخل الوحيد، هذا هو المدخل الوحيد، هذا هو المدخل الوحيد. اذا الا كانوا الجيران غادي يكونوا في هذا هذه المنطقه. هاد الجيران هما ما خداو الاقوال ديال حتى شي واحد من هاد الجيران، خداو وحده مجهوله الهويه، ما كاينش عندها لا لاكارت ولا لادريس. واتضح بان هاد السيده هادي اللي كاينه في المحضر، انا تنشوف داكشي اللي كاين في المحضر، بانها من لا من مناسبين النسب، كاينه قرابه، هادشي راه موثوق. والشهود الاخرين، الشهود الاخرين كاينه وحده في زنقه اخرى بعيده على هنا وحتى هي من القرابه ديالو. وكاين واحد بعيد 125 متر بالضبط، يعني بارساتيليت محسوبه. الناس كتعتبروا هذا كيفاش؟ انا كنعتبروا هذا الاجراء هذا باطل، لا اساس له من الصحه، لانه الجار بالنسبه لي هو اللي حداك، ماشي هو اللي بعيد، هو اللي بعيد منك. طيب الا كانوا خداو شهود من هنا اش كان غادي يقولوا؟ يقولوا الحقيقه اللي هي علاش هما ما خداوش الشهود من هنايا، عارفين بانهم يقولوا الحقيقه. نعم. والحقيقه هي هاد الناس كاينه في دارهم وكيجيو ليها وعندهم وثائق وعندهم حجج بان راه كيجيو، غير فقط هاد الظرف ديال كورونا من مارس ما جاوش. والسيده راه كانت مصابه بكورونا في الهيفراس، وعندها وثائق، عندها تثبت انها مصابه بكورونا، وتمنعات كيف تمنعوا كيف تمنع العالم كله من التوصل. السيده غنعاود نرجعوا تفضل. كما قال لك ولد، هذه القضيه هي هذه، والجيران اللي عيطوا علينا هما هادو جوج. ملي شافوا دخلوا هرس الباب هما اللي عيطوا علينا. يعني ما جاوش عندهم المره الاولى سولوه؟ جاو سولوه، قالوا لي ما عندكش الحق باش دير للناس هكا وما كاينينش. قال لهم ماشي شغلكم انتوما. قال لهم ماشي شغلكم. هيا كنزة داودي وهذا الراجل الويل، هما اللي كيما كيعاودوا لينا الناس. ملي جينا حنا هنايا بغينا نحلوا بالسوارت، لقينا الدار مبدل لها الساروت. دابا باش كيطالبوكم دابا بتنفيذ الافراغ؟ ما
قال لنا على 8 ايام الا ما تجيوش من هنا ل 3 ايام حوايجنا غيخرجوا من الزنقه بالقوه. ما نعرف بالقوه ولا باش القانون القانون ديالو هو القانون بلا حق بلا حق، وحنا مخلصين الكره حتى ل 2024. كان شنو الطلب ديالكم؟ الطلب ديالنا بغينا ندخلوا لدارنا. كنشوف هنا يعني طلب ومناشدة لجلالة الملك. بغينا ندخلوا لدارنا الطلب ديالنا. ما عندنا فين نسكنوا، ما عندنا فين نبرك، وحوايجي لداخل وكل شيء. شكرا شكرا شكرا. إذا معنا بقوا معنا في هذا البث المباشر معنا الحقوقي جميلة. معكم حمو جميله، الرئيس الاقليمي للمنظمه المغربيه لحقوق الانسان وحمايه المال العام بعماله المحمديه. احنا الان في وقفه تضامنيه مع هذه الاسر مدينه المحمديه بالضبط على هذا العقار اللي هو تابع للدومين رويال. يعني هاد العقار هذا اللي فيه تقريبا 11 فيلا ومجموعه ديال الاسر اللي منهم كيعيشوا بالخارج، يعني من الرعايا المغاربه المقيمين بالخارج. وهاد الناس هادو كيعيشوا لما يزيد عن 60 سنه بهاد العقار بهاد الفيلات هادو. فاللي كانت كتشرف على التدبير ديال هاد العقار هو اداره المكلفه بالعقارات او الاملاك التابعه للاسره المالكه. فيعني في 2006 يعني هذا العقار تباع لاحد المنعشين العقاريين المعروفين بمدينه المحمديه، وصبح التدبير والاشراف على هذا العقار بيد هذه الشركه الجديده الخاصه عوض الشركه الاولى. فيعني هاد الاسر هادو ظنوا على انه مجرد تغيير في شركه، يعني ما كيشكلش واحد الخطر على الحقوق ديالهم. ف يعني اذا بهم يعني في 2008 كيتفاجئوا بانه العقار تباع، 2009 كيتفاجئوا بان العقار تباع كذلك مرة ثانية لأحد المنعشين العقاريين، وصبحت شركة أخرى جديدة هي اللي كتشرف على التدبير ديال هذا العقار، وتوجه لهم إشعار بأنه هذه الشركة هذه هي اللي كتشرف على هذا العقار، وصبحوا بالتالي أمام واقع ديال ضرورة تجديد عقود الكراء مع هذه الشركة هذه. فيعني منذ ذلك الحين يعني هاد الشركه الجديده اللي هاد المنعش العقاري ما جددتش معاهم عقود الكراء، وصبحت كتمتنع على التسلم ديال الواجبات الكراء. فهاد الناس يعني حطوا هذوك الواجبات الكراء بصندوق المحكمه الابتدائيه باش يحميوا الحقوق ديالهم اللي كيخولها لهم القانون. فمؤخرا بداو كيتفاجئوا بالتصفيه ديال هذا العقار، عائله بعائله واسره باسره. فالمنعش العقاري بدا كيلجأ للمحكمه، واستغل يعني الظرفيه ديال جائحه كورونا، واستغل يعني الناس اسر اللي كتعيش بالخارج. فيعني كاين بعض الاسر اللي جات لقات ان المنازل ديالها تبدل لها القفول، يعني وصبحت يعني امام امر واقع اللي هو الافراغ والتشرد من بعد ما الجاء هو المسطره القانونيه، والدعوه دازت الاجراءات من المحكمه الابتدائيه الاستئنافيه، ويعني وتم التحايل على بعض الاسر لانهم جابوا لهم يعني اشعار ولا ابلاغ عن طريق احد الاعوان القضائيين بانه الامر كيتعلق فقط بمجرد احصاء. فاذا بهم كيلقاو بانه بعض العائلات اللي وقعوا على محضر من مفوض قضائي بالافراغ. فهاد الناس هادو الان هما امام امر واقع، يعني عايشين لاكثر من 60 سنه كما قلنا، يعني داز اجيال هنا. فيعني صبحوا كما قلنا معرضين للافراغ والتشرد، هما كيطالبوا الان بالحمايه ديالهم، بالاخص ان كما قلنا العديد منهم مقيم بالخارج. فالوزاره المكلفه بالرعايه المغاربه المقيم بالخارج يعني خصها تدخل على الخط باش تساند هاد الناس وتحميهم وتأزرهم من اللوبيات ديال العقار اللي كتخدم لغه المال وكتغفل الجانب الانساني وكتسيطر على جميع العقارات. وحنا عارفين هادشي مدينه المحمديه، فيعني حتى قانونيا راه كيخولهم الحق
انهم هما هذه المده ديال 60 سنه باش الا كانت شي بيع انهم هما بالاحرى بهم، بالاخص بانه هذا العقار تباع بواحد الثمن جزافي من خلال تصريحات ديال المواطنين، تباع في الاول ب 400 درهم والبيعه الثانيه تباع ب 900 الى 1000 درهم، يعني في حين انه الطبيعه والمكان اللي متواجد به العقار راه كيوصل حتى ل 12000 درهم للمتر المربع، فهذا الثمن الجزافي اللي تباع به كان بالاحرى انه يكون لصالح هاد الساكنه وهاد المواطنين اللي كيعيشوا الاكثر من مده 60 سنه. غادي نكملوا الحوارات. إذن نبقاو معنا في هذا البث المباشر اللي كنقول لكم من مدينة المحمدية واللي كيتعلق بهذا العقار، هذا ميت قديم فيه عدد من التطورات الكبيرة. تفضل طلع هاك حمو كمل معنا الحوار الله يكبر فيك، مازال حنا غير مباشر. تفضل 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 اجي هنا، احنا ما زلنا في بث مباشر. تفضل. يعني احنا من خلال هذه التصريحات ديال المواطنين فجينا كنأزرهم في هذه الوقفه هذه، لانه هذا حق ديالهم، انه هادو مهاجرين مغاربه مقيمين في الخارج، ويعني احنا من هذا المنبر هذا كنوجهوا النداء ديالنا للوزاره المكلفه بالمغاربه المقيمين بالخارج. فالوزاره المكلفه بالمغاربه المقيمين بالخارج هذا هو الدور ديالها، خاصة تحمي هاد المواطنين هادو لأنهم في وضع استثنائي كيعيشوا بعيد على البلاد، وخاصة يعني ضمن الحقوق ديالهم وتحمي الأملاك ديالهم، لأنهم هنا أمام أمر واقع كما قلنا صبحوا عرضة من بعد هاد العملية وهاد السطوة ديال لوبية العقار في مدينة المحمدية اللي كيستعملوا لغة المال، صبحوا بين عشية وضحاها مهددين بالإفراغ وبالتشرد من بعد ما كانوا كيعيشوا في هذا العقار لمدة 60 سنة على هاد الفيلات، كيخلصوا الواجبات الكراء ديالهم من بعد ما امتنعوا هاد المنعشين العقاريين الجداد اللي شراو. الناس حماوا رؤوسهم وحطوا الواجبات ديال الكراء بصندوق بالمحكمة الابتدائية اللي كيخول لهم القانون هذا الإجراء هذا باش يحميوا رأسهم من الإفراغ. فرغم ذلك يعني هذا المنعش العقاري الجديد اللي خدا الملك 2009 الان اصبح كيلجا للمحكمه وكيحاول بطبيعه الحال كما قلنا بالطريقه بالطرق ديالو بالوسائل ديالو يرمي بهاد الناس في الشارع. فمن خلال هذا المنبر رساله ديالنا كذلك صاحب الجلاله، لانه دومين رويال اللي كيتعلق بالعائله الملكيه، وخصوصا ان سمعنا تصريحات من احد من الاسر بانه سبق تواصلوا مع صاحب الجلاله لما كان احدى الزيارات ديالو في الخارج، وحاولوا يخبروه بالوضعيه ديالهم وبالمشكله ديال هذا الملف، واعطى امر ملكي بالتحقيق في هذا الملف هذا وبانه يتحل لصالح الساكنه، وإذا كان شي تفاوض ولا كان شي اجراء ولا كان شي بيع يكون لصالح الساكنه، خصوصا بحنا سمعنا بانه الثمن كان جزافي، فبالتالي بالاحرى ومن الاجدر انه يكون لصالح الساكنه، لانه 60 سنه وهي كتعيش هذه راه مده ماشي سهله، عاشوا اجيال هنايا عاشوا اجيال والان هما امر واقع كيعيشوا برا وما عندهم سكن ثاني، هذا هو السكن ديالهم. فكنتمناو اللي تكون اذان صاغيه، كنتمناو النداء ديال هاد الناس يوصل للمسؤولين، كنتمناو كذلك المجلس الوطني لحقوق الانسان يدخل على الخط في شخص السيده امينه بوعياش باش تنصف هاد الناس هادو وترافع على هاد الناس هادو، لان حنا كمنظمه حقوقيه كنآزروا هاد الناس هادو وكنوقفوا معاهم من الجانب الانساني، لان هذا حق من الحقوق ديالهم. هاد الفكره ديالك ذكر المشاهدين انضموا في المشاهده الاسم والصفه ديال حمو جميله، الرئيس الاقليمي للمنظمه المغربيه لحقوق الانسان وحمايه المال العام عماد محمد. شكرا لهذا التوضيح ديالك. شكرا جزيلا. السميه ديالك صفه لالا؟ انا مدام داودي حمزه، كنسكن في هاد الديور اللي وقع فيهم هاد المشكل. اييه. زاديت هنايا في 1962، سيدي كبر مني، مزيوله في 1961.
هاد الديور هادو تفاجئنا في 2006 الدومين لا ديريكسيون ديال الدومين كتعطينا واحد الكوليي كيقولوا لنا ان لا جيرونس دو لويي غادي تبدل لادغيس غنخرجو نخلصو في لارو دي فاز غنبداو نخلصو عند لا سوسيتي اللي تما بولفار حسن دو مشينا تما كاينه تا واحد ما امتى قالوا لكم 2006 قالوا لكم 2007 2007 في ديبي ديال 2007 فاش جانا هذاك لوكي قالوا لكم راه تحطوا نفس المبلغ وهذا ما كاينش شي حاجه عدم تغير تغيرت غير الوسيله لادريس تي توجور لا ديريكسيون دو دومين رويال لي صاحبتي on a pas été الى اليوم دخلوا فرعوا الباب ديال هذه المهاجره المغربيه اللي مسكينه كانت مريضه وكتداوى ونعفات في السبيطار جايبين فيها شواهد طبيه ودخلوا فرعوا باب دارها وداروا لها وقلت حنايا شنو المصريين هو تلاقي هاد لافير كنا هاد لو دوسي دو ديريكتيف جوج مرات باش كيجيو لي ديريكتيف ويان سيدنا كيعطي الاوامر ديالنا باش تسويو لينا الوضعيه ديالنا وهما كيتسمعوا ولا غابور كيجيو حنا ملي كنكتبو ان كوغيي الإدارة ديال الخارجية ملي كتصيفط باش يصوبوا ان غابور لي غابور كيمشيو ايغوني ايغوني تصور حنا في الدوسي ديالنا واحد النهار قالوا لي الشلالات شوف الشلالات عيد من تما المرأة غير ديغنييغمون دارت ان غابور باش تدخل عند الكوفرنور من جهة الدرهم le parapheur il me chatise le rapport maman en fin de شكرا لك شكرا et c'est pas le gouverneur qui va l'accueillir c'est pas le gouverneur qui va l'accueillir الغوفرنور حالة انا واحد القسم تما كاين عندنا العمالة اللي غادي يستقبلوها باش يحلوا المشكل. شكرا لك شكرا شكرا. اذا بقاو معنا في هذا البث المباشر الان غادي قالوا لينا غادي يعملوا واحد الصورة جماعية. التليفون خذ لاباراي احنا مازلنا على المباشر. Thank you.
تيدخل الناس اللي تواف. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش سيدنا. الله ينصرو، الله ينصرو، الله يشافيك، الله يغلبنا على عديالنا. عاش الملك، عاش الأسرة العلوية الشريفة. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. حنا بلا سيدنا ما كاين والو. عاش الملك، عاش الملك، عاش سيدنا، عاش الأسرة العلوية الشريفة. الله يستر سيدنا، الله يجيب ليه الشفاء من عند الله. عاش الملك، عاش الملك. بلاتي يدخل إذن غادي نكتفيو بهذا القدر هذا من هذا البث المباشر اللي نقلنا لكم مباشرة من مدينة المحمدية. إذن بعد قليل مباشر آخر وتغطية أخرى عاجلة. إلى اللقاء.